الحوض الشرقي والنعمة أساسا هذه الأيام تزدان بهذه الوجوه الجميلة التي تزورها والتي تلتحم معها وتحتويها هذه المقاطعة عاصمة الولاية النعمة في فرح وليالي فرح بهيجة. هذه الأفراح التي يعيشها سكان النعمة وهم يستقبلون فخامة رئيس الجمهورية الذي سيزور الولاية مطلع الأسبوع القادم نتابعها وإياكم خلال هذا اللقاء المباشر من خلال العنصر التالي. نختار نعبر عن سرورنا وارتياحنا ومدى فخرنا بقائدنا محمد بن عبد العزيز اللي في الحقيقة يسهلنا ياسر مشي صالح نبقوا نقولوه له، واللي الكلمات ما تعبر عنه ابدا الا تلينا نقولوه، لا هي مجاملات ولا هي شيء اكثر من مجموعه من الانجازات ومجمل عده مشاريع تم القيام بها ان شاء الله في هذه الولايه اللي قالها ولايه الحوض الشرقي. وفعلا هذه المشاريع اللي نختار نتحدث عنها ولايه عود مشاريع ما هي جميع المشاريع جات اللام على مجيئه هو. اختار نقول على ان هذه الزياره الميمونه اللي يقوم بها السيد رئيس الجمهوريه محمد بن عبد العزيز زياره عزيزة على المواطنين، عزيزة من عدة جهات. أولا اتصال القمة بالقاعدة بحيث بأن هذا الشعب يختار يشوف قائده اللي زرق له واللي معاه واللي ماشي معاه في السراء والضراء، يختار يشوفه من قريب ويختار ويتحدث له من قريب، هذه واحدة. الثانية ما يذيك يختار يقول لمحمد العبد العزيز بملء الفم أنجز حر ما وعد، وإن ما نسينا يوم جينا للنعمة الأول مترشح إلين قال لنا أعلنوا ما يهنا ما غير وجه النعمة، واللي باقي يكذب يجي ويشوف ويقارن بين النعمة اليوم والنعمة أيام جي محمد العبد العزيز. النعمة أيام جي محمد العبد العزيز قدره متقصص عند بي ام سي والولاية، اليوم شبكة الطرق تشق المقاطعة من كل جهة ما خارقة بليدة فيها ما يقد نسان يوصلها. الثانية الما هذيك نختار نقول محمد العبد العزيز أنه حول الأحلام اللي راودت الرؤساء القديمة القديمين الموريتاني حولها هو شار واقع. ثمن الزيارة الميمونة لفخامة رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز، هون مشارع ما يقد أي مكابر يقول أنها ما هي ذيك هي واقع. قدروا كان هون النعمة ما فيها أي طريق قد يقبل لقاش مقطر في الحرة سيارة، لكن عاد تاكسيات وعاد مجمل وسائل النقل متاحة هون بشكل بأسعار زهيدة. ومشروع ثمن مشروع اللبن اللي الناس كان حلم وعاد واقع وكو معاش، عاد الناس لا يستفاد منه اللي عنده أهل الثروة الحيوانية عادوا لا يستفادوا منه. وفيما يخص الماء اللي تشهد توسعة كبيرة الربائن في كل نواحي المدينة يهطلوا من الماء، فيه نقص في ذي الفترة وطالبين ذاك النقص يسدد يا غير بعد بصفة عامة. الحمد لله ما شاء الله على المستوى ما شاء الله. نأمل لأن مجي الرئيس لا يعطي دفع جديد للإنجازات اللي فاتت تقدمت كاملة هياك عنها تتم كاملة بما فيها مشروع المياه وبما فيها طليان اللي مبارك معاهم، ونطلعوا على أن منين يتم ذي الإنجازات يا كامل المولي اللي قد المشاريع اللي قد تكمل ذي الإنجازات عنها يبتدأ مولي يفكر فيها كمرحلة ثانية. ولا ننسى هون الشيء على قضية مشروع اللبن اللي في الحقيقة اللي زين وفات بنايه وبدأت تستعد للشتغل، ولكن المشكلة المطروحة نبقى عن اللي يبدأ يفكر فيها يعني لابد من نوع من الأمور، نوع من الإنجازات، والله نوع من الإجراءات اللي متابعة لذي المشروع كانوا قد يصنع منه من ذي الزيارة لأنها لا هي ذوك النواقص كاملين لا مثلا ينقبضوا بعين الاعتبار وتعطي دفعة جديدة للمشاريع اللي فاتت بدأت كانت تكتمل، وتعطي مولي تصور جديد كان ذي الفيليار اللي تنقالها فيليار دي ليفاج نعطى لها دفع سمعت ونعطى لها مولي استثمار متكامل في عدة شعبها هي من نفسها اللي كان ذي الولاية تطورها قد يركز الأعلى شي يقولوا لا فيليار دي ليفاج لأنه هي لا ريسورس
اللي عند مثلا هذا المجتمع وعايش منها حتى. احنا كأطر في ولاية الحوض الشرقي ومقاطعة النعم بصورة خاصة نزمنوا هذا الارتباط الهام بين قائد الشعب وقائد الأمة مع الولاية، واللي عودهم دائما على الزيارات لتفقد المشاريع العملاقة اللي يطلقها، اللي تمثل في بحيرة تظهر، تتمثل كذلك مصنع البان، وتتمثل في التنمية بصورة عامة. احنا كمهتمين بصورة عامة بالتنمية في الولاية نراو أن زيارة الرئيس هي زيارة تفقد وزيارة ملي مرتبطة بالتنمية المحلية ومرتبطة بتشجيع التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار في شنقال وقطاع الألبان وقطاع الثروة الحيوانية، واللي نتمنى أن الولاية تفهم هذه الرسالة اللي يوجهها رئيس الجمهورية إلى شعب الولاية، ونتمنى كذلك أن اللي بعد لنا وشيدة البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء إلى آخره. زيارة ميمونة وسيكون استقبال حاشد. حقيقة كل ولاية عندها خصوصية، وخصوصية ولايتنا هي الثروة الحيوانية وإنشاء مثل هذه المصانع دور الشكة القاطرة للتنمية الاقتصادية، وإحنا مثمنين وراجين على أن الدولة تستمر في رؤية واضحة لكل ولاية، إياك كل ولاية تشكل قاطرة للتنمية كما قلت. أريد أن أعبر عن فرح وسرور أهل ولاية الحوض الشرقي باستقبال هذا الرئيس الذي في مأموريته الأولى والثانية كذلك شهدت موريتانيا وخاصة ولاية الحوض الشرقي تقدما كثيرا، حيث في البنى التحتية، في مدرسة الصحة من جانب آخر، في المياه أيضا، ونرحب به أيضا، ونحن فرحون ومسرورون بكل بهجة وسرور بلقائنا لرئيسنا. مرحبا بمشي هذا، والله إلا مرحبا بهم ما لك عنا، والله إلا عدل لنا ياسر ما قطع لنا حد سابه خير الحق من كذا، والله إلا ياسر من هاي الناس اللي يمشي له بالإسعافات اللي يمشي للناس الضعاف، هو ما شروع باب بعد ولاية النعمة هون اللي لحس أنا به من البليد اللي أنا فيه، والله إلا ما حتى اليوم ما أخذ. زيارة الرئيس زيارة زينة عندنا ونبقوها، وهو من نفسه كبير عندنا ونحن معاه كاملين، وعدنا انه هون ياسر من الاجازات بالنعمه، كيف قدروا وكيف هذه شريك تدمو وكيف هاي شريك تدبل، والله ما قطرينا رئيس اشبه فينا من ولد عبد العزيز هذا، اللي يعطينا ويعطيه العافيه وينصره ان شاء الله. ونحن بعد بالنسبه لنا احنا شباب ولايه الحوض الشرقي شاكرين محمد عبد العزيز ومعاه ولا انتم نقولوا من هون الى الاخره انه مع ولد عبد العزيز، ولا قط اجبرنا حد بالنسبه لنا كيف ولد عبد العزيز بالنسبه لنا احنا الشباب، وعدنا لنا ياسر من الاجازات منه هاي مدرسه الصحه، ومنه ياسر من الاجازات دارك نقدر نعود ياسر منه ماني مستحضره. سكان الحوض الشرقي وهم يعبرون عن فرحهم بزيارة رئيس الجمهورية لهذه الولاية. كنا كذلك قد التقينا سكان الحوض الشرقي في جانب آخر وهم يقدمون مطالبهم كذلك، نشاهد ذلك من خلال هذا العنصر. أنا رشوم محمد عبد العزيز، إصلاح القطاع اللي هو قطاع اللحم، إصلاح حسين من ناحية البنى التحتية المذبحة وجميع قطاعات. عزيز هو احنا ما قد جبرنا رئيس كيف عزيز جابرنا كامل هوت جابرنا نحن سندور كامل خير، نحن ما زال نحن لا علم وكورا يكوبي نحن توزر خير وغير عزيز. نحن تيا شعب النعمة شاكنا رئيس اللي مجي هنا تيا يقرب ملي طالبوا ملي بيوسر من المتطلبات الهام بقطاع هونتياب النعمة مثل توفير المياه الصالحة للشرب. لا تعود إن شاء الله زيارة نتمنى وهي إن شاء الله لله الإصلاح وعلنا نشربوا. لما اللي إحنا هذا العليات مهم شيء شيء قال لولاية النعمة ما معطينا أي شيء من الحقوق، سمعت علينا شيء من خلقهم شيء من العلياتهم لا اللي جعل الشيء يأكله، سمعت ولا يسول عنا وبلا مثل المطلقات منا، سمعت ما معطي لهم حق لا معطي لهم شيء ولا يجي شيء لا يعدل ولا شغل ولا شيء، ونخلوا نشتغلوا فيها لا شريحه من العليات هي اللي حاكمه على ذا كامل، سمعت وطالبين منه المزيد من اللي فات عدل ما شاء الله من الاجازات زين، ونبقوا لا المزيد واولا بعد قاع الماء شين قالوا بعد قاع العطش احنا هاو رايحنا العطش.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نحن إذن من أجل أن نضع سكان الحوض الشرقي في الصورة وأن يتحصلوا كذلك على إجاباتهم التي لاحظنا أن معظمها مستدرك بقضية الماء، أردنا أن نشاركهم هذه الهموم، واستضفنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد دول محمد محمود وهو المنسق الوطني لمشروع أظهر. أهلا بكم أستاذ. نحن نتشرف بحضوركم معنا في هذا البلاتو بأن تقدموا لسكان الحوض الشرقي حقيقة مشروع أظهر، ما هو، متى بدأ؟ هم يعرفون متى بدأ، لكن ما الذي كلف ومن أين بدأتموه وأين سينتهي؟ هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها عبر مجموعة من المحاور. المحور الأول سيكون ماذا عن المرحلة الأولى من مشروع أظهر، هل انتهت؟ هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الهيكلية التي تشرف الحكومة على إنجازها، ويخص المناطق أو المدن الشرقية التي تعاني من ندرة في المصادر المائية. إذن هذه المناطق يعتبر الوسط الهيدروجيولوجي فيها سلبي نظرا لنضوبة المياه، لأنه ما في هناك طبقات متواصلة. بهجه يطل هذا الخزان المائي حاملا معه آمل سكان المناطق الشرقية بمرحلة جديدة تضع حدا لعقود من العطش والنقص الحاد للموارد المائية. وقد ظل تزويد المدن والقرى الشرقية من البلاد بالمياه الصالحة للشرب من بحيرة أظهر حلما يراود سكان هذه المناطق منذ نشأة الدولة، لما تتميز به هذه المناطق من أهمية بالغة تتمثل في الكثافة السكانية والثروة الحيوانية الهائلة والمتنوعة، إضافة إلى مناطق شاسعة قابلة للإصلاح الزراعي. ويعتبر مشروع أظهر العملاق من أهم المشاريع التنموية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث سيمكن من تزويد مدن أشميم، النعمة، تنبتقى، عد البقرو، أمرج، حاسعتيلة، بانجو والقرى والتجمعات السكانية الواقعة على طول الأنابيب بالمياه الصالحة للشرب، ليشمل لاحقا مدينتي جيكني والعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي. وعلى الرغم من تحديات التضاريس ووعورة القمم الصخرية والكثبان الرملية، يواصل مشروع أظهر مساره نحو الشرق، وتواصل المعدات والآليات والشاحنات شق الصخور ربط مكونات هذا المشروع. وينفذ المشروع انطلاقا من بحيرة أظهر على ثلاث مراحل، أولها حفر 24 بئرا موزعة بين حقلي بقلة والدرويش بطاقة إنتاجية تقدر ب 56 ألف متر مكعب لليوم، وتتعلق الثانية بإقامة شبكات النقل والتوزيع وإنشاء الخزانات ومحطات الضخ، في حين تعنى الثالثة بربط مدينتي العيون وجيكني عبر الأنابيب انطلاقا من محطتي درويش ومراج البل. هذا المشروع التنموي سيمكن من حل معضل العطش في مناطق واسعة من شرق البلاد، وسيساهم في خلق ظروف طبيعية مشجعة على الاستثمار في المجالات الحيوية ذات الصلة بالأبعاد التنموية المرتبطة بالزراعة والتنمية الحيوانية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام عبر هذا البث المباشر ضمن لقاء خاص من الحوض الشرقي، خاصة عاصمته النعمة. كان هذا العنصر عنصر عده زميل محمد سيد عبيد عن مشروع أظهر، وهو كما لاحظتم يتحدث عن صعوبة الظروف والجيولوجيا التي تم من خلالها شق أنابيب هذا المشروع. كنا حدثناكم قبل هذا أنه يوجد معنا هنا على البلاتو المهندس محمد دول محمد محمود وهو المنسق الوطني لمشروع أظهر. كنا قبل هذا العنصر تساءلنا عن المرحلة الأولى من مشروع أظهر، متى بدأت، أين بدأت، ما هي العراقيل والمشاكل التي صادفتكم وأنتم تبدأون؟ هذا المشروع يعتبر كما قلت من أهم المشاريع الهيكلية التي تنجز بإشراف من الحكومة، ويهدف هذا المشروع إلى تزويد هذه المدن والقرى الشرقية من البلد بالمياه الصالحة للشرب،
معروف ان هاي المنطقة عبارة عن منطقة معروفة بندرة المصادر ونضوبتها، لان ما فيها طبقات متواصلة، يتم استقلال المياه عن طريق جيوب، فقط جيوب تتغذى من مياه الامطار، وذات كميات محدودة، ومع الزمن ومع قلة الامطار ينزل مستوى المياه، وتكون هناك مشاكل دائما، كلما اشتدت الحرارة يكثر الطلب وتنضب المياه. وبالتالي الدولة عملت دراسات من أجل حل نهائي لهذه المشكلة، والحل يكمن في التزويد عن طريق بحيرة نهر الظهر التي تعتبر مياه جوفية ذات مخزون هائل يقدر بالمليارات من الأمتار المكعبة، ومن خلاله يمكن ضمان استمرارية تزويد هذه المدن، لكن هذا يتطلب تعبئة موارد مالية. كم بلغ تقريبا المشروع هذا؟ وعبئت له 125 مليون دولار. مليون دولار اللي ما يقارب 38 مليار 38 مليار من الأوقية. من الأوقية، بالتعاون طبعا مع شركائنا في التنمية، وخاصة الصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي الذي يتكفل ب 70 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية الذي يتكفل بحوالي 47.47 مليون دولار، والدولة الموريتانية تتحمل 8.23 مليون دولار. إذن التكلفة الإجمالية ولا الغلاف الذي تم تعبئته لإجهاز هذا المشروع يقدر ب 125 مليون دولار. إذن مشروع هيكلي ويتم إنجازه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تخص الآبار، هذه المرحلة انتهت. خلال المرحلة تم إنجاز 16 بئر في حقل درويش، وتم إنجاز 8 آبار في حقل بقلة. كم يبعد حقل درويش من هنا؟ حقل درويش يبعد حوالي 120 كيلومتر من مدينة النعمة، وحقل بقلة يبعد حوالي 65 كيلومتر من مدينة عد البقرو. إذن القدرة الإنتاجية لهذه المجموعة هذه الآبار تقدر ب 56 ألف متر مكعب من اليوم. 56 ألف متر مكعب لليوم يمكن إنتاجها من هذه الآبار. هذه المرحلة انتهت، الآبار تم إنجازها وتم تجريبها ومرتاحين، يعني المياه بنوعية جيدة والكميات جيدة ومستمرة. تمام. في مرحلة ثانية هي قيد الإنجاز. هذه المرحلة تخص أساسا شبكات محطات الضخ، شبكات النقل والتوزيع اللي خاصة بمدن النعمة، تنبتقاء بالنسبة للمحور الشمالي، وبالنسبة للمحور الجنوبي مدن عد البقرو ومرج وبنغ وحاسيتيلة، وطبعا التجمعات والقرى، وفيه خاصة الجانب الجنوبي فيه محور وأنبوب يخص بالجانب الرعاوي. هي بحيرة الظهر هذه تمتد، سؤال فقط، تمتد من 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 الشمال للجنوب، بحيث انكم حطيتوا بئر في بقلة جنوبا، في حقل موجود تم اكتشافه في منطقة بقلة حوالي 65 كيلومتر من مدينة عد البقرو جنوبا، والله جنوبا. وفي حقل درويش اللي يقع شمال شرق مدينة النعمة بحوالي 120 كيلومتر. بالتالي عادوا خطين يمشوا بالتماس مع بعض، لان خط شمالي سيتم من خلاله تزويد النعمة. ايوه. مرورا طبعا بمدينة الشمين ويمشي الى تنبتقاء، ومرحلة لاحقة يمتد منه خط وعد جقني وخط وعد العيون. تمام. والجنوبي؟ والجنوبي عبارة عن خط يمشي من حقل بقلة يمشي لعد البقرو، ويزود من بعد عد البقرو يزود أمرج وحاسيتيلة، وفيه خط يمشي إلى مدينة بنغو، وفيه ربط توصيلة بين المحور الجنوبي والمحور الشمالي. طيب، الأنابيب حتى الآن تمدها من خلال هذين البئرين أم لا؟ إذن هو مقسم المحورين، محور شمالي ومحور جنوبي. المحور الشمالي يتكون من أربعة أجزاء. الجزء الأول يتعلق بمحطات الضخ، الخزانات وركبه. الخزانات قيد الإنجاز، واللي عندكم عنصر على خاصة الخزان الرئيسي اللي هو الخزان سعته 5000 متر مكعب، والذي من خلاله
سيتم تزويد المدن بالطريقة الانسيابية اللي هو النعمة ويمشي إلى التمتع بعدين جيقن وبعدين لاحق الجيقن هناك مرحلة المرحلة الأولى خاصة لا في المدن وجزء ثاني هو يتعلق بالأنبوب الممتد من حق الدرويش إلى الكيلومتر 86 من ايش 86 من النعمة 86 من نقطة صفر درويش طيب. يعني يبدأ من حقل درويش إلى الكيلومتر 86 هذا عبارة عن أنبوب من الحديد المطاوع قطره 500 مليمتر يعتبر هو الأنبوب الرئيسي للنقل هذا ضخم. ضخم ضخم قطره 500 مليمتر ومن الحديد المطاوع لأنه يتحمل ضغط كبير إذا في محطات ضخ ستضخ من الآبار الموجودة في حقل درويش ستضخ المياه إلى الخزان الرئيسي الموجود على منطقة الشريف فوق مدينة النعمة تم اختيار هذا الموقع توبوغرافيا لأنه يعتبر أعلى نقطة ومن هذه النقطة سنتمكن من انسيابية المياه حتى مدينة المرقى هذا يعاونك في قضية الضخ هذا يعاونك في قضية قضية الطاقة طاقة الضخ لأن من بعد الخزان ما فيه استغلال الطاقة تمام يعني ما في ضغط يمشي بالانسيابيه وحتى انه في جزء تم ربطه على المحور الجنوبي انه ممكن من من من, من هذا الخزان نزود مدن مرش وبونغو حاسيتين بربطها عن طريق المحور الشمالي هذه المرحله الثانيه اذا الجزء هذا المحور الشمالي تكلمنا عن الجزء الاول أيوة. الجزء الثاني قلنا انه هو الانبوب الممتد من حقل درويش الى الكيلومتر 86 أيوة. هذا 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 الخط باقي منه 8 كيلومتر 78 تم وضعها نهائيا وباقي 8 كيلومترات هي المتواليه حقل درويش هذه فيها صعوبه كبيره تم عندكم سنتيتم منهم احنا سنتين منهم بس سنتين من بيكا بيكا 50 فيه ورشات مشات من النقطه بيكا 50 وعد درويش وفيه ورشات مشات من كيلومتر 6 من درويش وعد النعم تمام لكن الجزء اللي ما بين الدرويش والكيلومتر 50 يعتبر عنده صعوبه في الحفر عنده صعوبه في النقل يعني يعتبر معزول المكان ايه لانه عباره عن مناطق رمليه وبالتالي من اجل وضع الانابيب عندنا لازم نعملوا تهيئه تعبيد طرقات من اجل ايصال الانابيب يعني صرتوا دخلتوا مشروع موازي قاعد يسهل عليكم ويوسف كان كنا يعني حقل الردم كاريير لا تريد كانت توجد على بعد 70 كيلومتر من الدرويش اذا يعني هذا زاد عليكم المشاكل زاد عليكم التكاليف هذا من اكبر صعوبات اللي جبرنا وعندنا بالتالي لازم نعمل طرق معبده من اجل وضع الانابيب و و و و و وحقول الردم توجد على بعد 70 كيلومتر من اقصى نقطه يعني هذا اضاف وقتا اخر اضاف وقتا اضافيا هذا شكل لنا صعوبه كبيره لان هذا الجزء باقي منه لليوم هذا باقي منه حوالي 8 كيلومتر ل 8 كيلومتر تم تعبيد 4 كيلومتر طريق و 4 كيلومتر الباقيه ما زالت عندهم مشكله طور انجاز تعبيد هل وجدتم نفس الاشكال في المحور الجنوبي ام لا؟ لا المحور الجنوبي ما فيه المحور الجنوبي فيه كانت مشكله زمن الخريف المنطقه ما بين عد البقرو الى بقله تكون منطقه معزوله نهائيا وديان ومياه وكذلك جزء من المنطقه ما بين امرج وعد البقرو في الخريف يكون معزول نهائيا زين الحين الخريف صار بين معاه تقريبا حدود 6 شهور قلت لك ان في الفتره الخريف الماضي اجبر له صعوبات في الاشغال في هاي المناطق تخطيت فيك المناطق لا نرجع المحور الشمالي نكمله وبعدين المحور الجنوبي ما كملنا اذا هذا الكلام القسط الاول اللي هو من حقل درويش الى 86 يعني تم وضع 78 كيلومتر من الانابيب وباقي 8 كيلومتر فيها 4 تم تعبيد الطريق لها وفيها 4 كيلومتر هي المزال عندنا الجزء الثاني هو يبدا من الكيلومتر 86 ويمشي حتى التمبتر هذا طوله 146 كيلومتر لانه فيه جزء يربط ما بين الخزان ومدينه النعمه
إذا هذا الجزء لحد الآن تم إنجاز منه حوالي 141 كيلومتر. والمسافة كلها كم؟ المسافة كلها 146 كيلومتر. زين، مازالوا 6 كيلوات. مازالوا من 6 كيلوات. هاي 6 كيلوات هي اللي موجودة حالها في منطقة الوعرة ومنطقة تجريف. يعني منطقة جبلية بالمعنى، فيه يعني انحدارات كبيرة. وهي اللي فيها الأشياء. هي اللي شفنا الحين في التقرير في شقة التقرير هي اللي فيها فيها الورشات حالا. وفيها هذو اللي بريز روش اللي كسروا صخور والعمل فيها متقدم. هي اللي باقية من جزء الأنابيب. هذا ما يخص المحور الشمالي. طيب، في جزئية تتعلق بشبكات التوزيع. هذيك وضحوها للمشاهد، ياسر المشاهدين ما فهم شبكات التوزيع. هي شبكات اللي تعود داخل المدن. أيوة. يعني شبكة التوزيع مدينة النعمة. أيوة. فيها مرحلتين، فيها وضع الأنابيب وفيها التوصيلات الاجتماعية اللي تقيس المنازل. نفس الشيء في تنبتغاء سيقام بإنجاز شبكة توزيع وتوصيلات منزلية. متى ستبدأ شبكات التوزيع هذه بالعمل؟ شبكات التوزيع بدأت النعمة. يعني الشبكة الأساسية يعني ذات الأقطار الكبيرة تم وضعها، مازالت الشبكات الفرعية يعني الأنابيب الصغيرة. نفس الشيء بالنسبة لتنبتغاء، تم وضع الأنابيب الرئيسية ومازال الوضع الأنابيب الفرعية والتوصيلات الاجتماعية. يعني أنتم حكمون في مراحلكم الأخيرة، أو على الأقل لم يبقى الكثير. لا، إحنا مازال عندنا مشكلة الضخم سلين أرجع له. أرجعنا له الصلاة بقنا وصلوا للأنابيب الفرعية. إذن إذن جباط الأنابيب الفرعية معنا الناس عاد تشرب. مازال شو هو عيد مقسم على أجزاء، الشبكات وحدها، النقل والتوزيع، ومحطات دخل الخزانات وحدها. طيب، يعني شبكات النقل والتوزيع بدأت في الأشغال قبل شبكات، قبل محطات الضخ والخزانات. زين، رجعنا كنت لا تتكلموا عنها حالي. إذن الجزء الأول هو قلت لك متعلق بمحطات الضخ، في محطتين ضخ، محطة الضخ اللي تعدل عند الوش، وفي محطة ضخ ثانية اللي تعدل عند الكيلومتر 50 حوالي 51 اللي نقول له مراحل. هذه المحطات هي اللي تزود الخزانات، وانطلاقا من الخزانات سيتم التوزيع. اوكي، لكن عبر الانابيب النقل. اذا بالنسبه للخزانات، في الخزان الموجود في النعمه شفتوا مرحلته، يعني فاتوا فيه جزئين يعني انعملوا، باقي يعملوا الجزء الاخير اللي هو الخزان الرئيسي. خزانة تنبتغى جارية في الأعمال. نعم. مازال مرحلة الأساسات. أساسات انعملت، وذاك عبارة عن خزان علوي طوله 30 بارتفاع 30. دايرينه منين؟ موجود عند مدخل المدينة على اليمين. يعني سيكون من السهل كذلك أن تنساب منه المياه مثل هذا أم لا؟ أم لا، من هناك يتم هو ارتفاعه أقل، يتم انسياب المياه من الخزانة 5000 إلى خزانة تنبتغى، لكن من خزانة تنبتغى يتم توزيع المياه على مستوى المدينة انطلاقا من الخزان. بالضخ عبر الضغط المطلوب. طيب، ما يتعلق بالجزئية اللي كنتوا تتكلموا عنها في قضية، إذا قلت لك محطة الضخ يعني دراسات انعملت وتم إرساء الطلبيات على المعدات اللي هو الماكينات. هذا الجزء آجاله العقدوية توفى مع نهاية جانفية 2017. ليس ببعيد. وبالنسبه للانابيب هو اللي تكلمنا عنها، الجزء الاول منها تقريبا قلت لكم باقي منه 8 كيلومتر. الجزء الثاني اللي بين النعمه وتنبتغاء اللي هو 146 كيلومتر وعدت منها 141، باقي منها حوالي 5 كيلومتر. شبكات توزيع فيها الشغله هي اللي الشبكه الاصليه وفات، ومازال الشبكات الفرعيه والتوصيلات بالنسبه لمدينه النعمه وتنبتغاء. نرجع للمحور الجنوبي. المحور الجنوبي عبارة عن نفس تركيبة، في جزء يتعلق بمحطات الضخ والخزانات. هذا للأسف ما فات في تأخر، لأنه مازال في طور إرساء صفقات. ما يتعلق بأمرج بعد البقر وعد البقر أساسا، لكن أمرج يمكن تزويده مؤقتا من المحور الشمالي. هذا الجزء في تأخر، مازال على مستوى إرساء صفقات. أما بالأجزاء المتعلقة بالأنابيب فهي في تقدم كبير. الجزء المتعلق بالأنبوب النقل اللي قطره 400 ملم من حديد المطاوع اللي لينقل المياه من حق البقلة إلى عد البقرو، هذا وضع الأنابيب فوق، مازلنا لا تجربها وتركيب آليات المحافظة، آليات الوقاية. أما ما جانب الوضع يعني انتهت، لأن كان في العمل اللي قلت لكم قبل نهاية الخريف، يعني عملنا عدة ورشات
من يجي لاكمال العمل قبل نهايه قبل بدايه فصل الخريف، يعني جميع الانابيب تم وضعها. يعني ما تظل خايفين من مشكله الخريف؟ ما تظل مشكله الانابيب تم وضعها ما بين بقله الى عد البقره. الجزء المتعلق الماشي اللي حوالي 66 كيلومتر، الجزء فيه جزء يتعلق بالنقل ما بين امرش ما بين عد البقره ويمشي الى امرش ويتخطى الى حاسيتيله، وفيه محور يمشي الى بانغو، وفيه محور حوالي 25 كيلومتر يربط المحور الشمالي بالمحور الجنوبي، ياك يمكن من امكانيه تزويد بعض المدن من المحور الجنوبي عن طريق الانسيابيه من الخزان الكبير اللي سيتو 5000 متر مكعب. تمام. دونك هذا الجزء فيه حوالي 146 كيلومتر. يعني اطول هو من ذليله؟ اطول في 146 كيلومتر، تم مزالت منها تقريبا 50 كيلومتر ما تم انجازها. هي الان فيها 5 ورشات مدير عليها يعملوا فيها، وراجل ان شاء الله وتنتهي بالقريب العاشر. يعني نتوقعوا ان 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 نوضع الانابيب يوفهم خلال 4 اشهر. يعني يبقى لا تجري في المحور الجنوبي، في المحور الجنوبي اللي هو ذا الجزء اللي ماشي من البقرو من عد البقرو الى امرج مرورا الحاسيتي. وضع انابيب نقل، نقل والله نقل، لان التوزيع المحلي ما حل شبكات توزيع فوق على مستوى عد البقرو، مستوى امرج، مستوى حاسيتي ومستوى مبقو. يعني جميع الشبكات تم وضعها، باقي التوصيلات المنزليه بدؤوا فيها بعض المدن وبعض المدن ما بدات. ستكون توصيلات هنا اجتماعيه، يعني توصيلات اجتماعيه مجانيه بمقادير مجانيه. مجانيه عباره عن توصيلات مجانيه. وهذا هذا المشروع الذي يسير على مسارين بهذه الابعاد، تقدرون طالما ان التكلفه بهذا المستوى، تقدرون ان الاداء الذي يتم خلال هذا الجهد الكبير، ان هذا الاداء الذي يتم به يعني اجراء هذا الحفر وهذا الاجراءات الهندسيه اللي قايمين بها، المواطن كي شي متعطش عليه ويدورها تعجل بالعجله. ندوركم انتم تبرو مثلا تجيبوا، ما ندوركم تبرو غير يقولوا للمواطن توف لماذا تاخرتم، ما هي الاسباب؟ هو ربما هو بعض المواطنين اللي ما شاف، المشاهدين اللي ما شاف ذب عينه عندما يرى هذه هو هذا الخزان وهي الانابيب اللي يحفر له في الصخر يلاحظوا شيئا ما. طبعا هو عباره عن مشروع عملاق يتم انجازه على 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 مسافات شاسعه وفي صعوبات كبيره. احنا عبئنا كثير من الاليات وكثير من الوسائل الماديه والبشريه، لكن كما قلت لك في صعوبات. صعوبة قلت لك فترة الخريف في مناطق نعسل، فيه المنطقة ما بين البيكا 25 إلى منطقة إلى مغطى الدرويش عبارة عن منطقة كثبان رملية، ملانة من الأعلاب، كثبان رملية شفت عنها، يعني التنقل فيها صعب. عندنا مشكلة تجريف، يعني انحدارات منطقة جبلية لين تشوفوا العنصر اللي خاض. اذا في شق انابيب في هذه المنطقه صعب، يعتبر من المستحيل. صعب. ساعود اليك بعد ان نتابع مشاهدي الكرام هذا العنصر. لا شك ان مشروع وهر مشروع انتظره المواطنون في الحوض الشرقي عامه وساكنه النعمه ياسر من الوقت، وتحقيقه هو نوع من تلبية حاجات الناس، وقطعا انه يدور يضيف اضافه نوعيه حتى في المجال الصحي والمجال الاقتصادي. مشروع وهر والله الا زين، غير احنا ما فات الحقنا، لا احدنا سامعين انه جاي قلاقه مثلنا ما فات الحقنا. مشروع وهر هذا مشروع عملاق، مشروع طموح، ومشروع له تمنياتنا كاملين. وقال المشروع من بدايه موريتاني إلى نهايتها لا كلمة. احنا نتمناه، ورئيسنا قال لنا بنا نعانوا من العطش ونعانوا من الجوع ونعانوا من الفقر، ان الفقر ما ركزنا له عليه والجوع ما ركزنا له عليه، ان ركزنا له على المادة العطشية. انا بعد ماسي ما قطريت عبد العزيز يا غير ماسي، بنا موريتاني استقلت قبال وجبرت فايدة الاستقلال اللي عم امشي عبد العزيز نهدوا فيها جميع المشاريع. واحنا الحوض
على بابنا ما نقدونا شحدو لأن الممن ساعة اللي خلقنا ينقال لنا ما نكم لا يتعتقوا ما شاكموا لنا ولقط راجل يسرق عليه راسه ما هو العبد العزيز وطامعين وقاطعين لأنه لا يشينا. نشكر رئيس الجمهورية على اهتمامه اللي عاطي ولاية الحوض الشرقي اللي المشروع العملاق اللي هو ومن فم مولي ضرك ننتهز الفرصة لأني نوضح الساكنة مدينة النعمة قضية الماء، الماء يتعايطون ويقولوا عطاشة واحنا محكوم عنا الماء والماء هو، الماء النعمة يعاد فيها ما تكلف الدولة المليارات الدقدق ذي الكدية اللي هي اللي مدقدقتها ومتكلفة فيها المليارات تعود تقبض الماء من النعمة يا غير انه هون ما فيه ماء ومبارك مع رواية مبارك مع رواية لا هي تعد المواطنين الا يتموا يصبروا يعرفون ان الدوله للاهتمام اللي يعطيهم رئيس الجمهوريه ومتقلب عليهم ما قطوا جبروا حد يعدلون. مشروع اظهر نحدثك عنه مشروع انجاز مهم وطموح والشافع للواقع الارضي اللي عاد ما فات ضخ فينا جاي عبر 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 الانابيب جاي والتركيبه ما زالت وله مشروع بسيط وله مشروع قديش هنا يبارك معاه من اليوم ويوصلنا غدا ان شاء الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر الحي من مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي. أهلا بكم عموما مشاهدينا الكرام وأهلا بالخصوص بمواطنينا ومشاهدينا في مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي وفي الحوض الشرقي عموما. ونحن هنا في قناة الموريتانية إذا نريد أن نكون معكم أن نلتحم معكم وأن نسمع منكم وأن نرى معكم همكم. لاحظنا من خلال هذه الجولات التي قمنا بها داخل مدينة النعمة أن هناك طلبات تتعلق بالماء، لذلك كما شاهدتم في بداية البرنامج استضفنا لكم المهندس محمد والمحمد محمود وهو المنسق الوطني لمشروع أظهر. لا يزال هذا اللقاء ضمن برنامج لقاء خاص متواصلا. أهلا بكم من جديد مهندس محمد محمد محمود. كنا تحدثنا عن المرحلة الأولى من مشروع أظهر، المرحلة الثانية الآن في المرحلة الثالثة متعلقة بمدينة العيون وجيغني. متى ستبدأ هذه المرحلة؟ إذا طبعا احنا إذا كان في شيء متعلق بالمرحلة الثانية ما تكملتوه قد تكمل. المرحلة الثانية هو بتكون في الآجال التعاقدية للجزء المتعلق بالضخ توفو 30 جانفي 2017، وراجين إن شاء الله هون ما نلحق في المرحلة يكون عندنا قاعدين نقوم بضخ المياه بالنسبه للمحور الشمالي. وبالنسبه للمحور الجنوبي قلت لكم ان الجزء المتعلق بالضخ في تاخر لانه ما زال على مستوى ارساء صفقات، لكن بما يتعلق بالانابيب يعني ان شاء الله تظن مع نهايه السنه مع نهايه 2016 الدرج يتم تكون كامله بصفه نهائيه يعني جميع شبكات النقل والتوزيع. اذا في مرحله ثالثه من المشروع اللي هي تخص مدينتي العيون وجيغني. هذه يعني بما يخص الفكتور برينسيبال يعني بما يخص قنوات النقل اللي تنقل تجلب من الاساسيه هذه تم قياسها وتم دراستها وتم انجازها في اطار المرحله هاي المرحله اللي قاعدين انتاجها. احنا راك لنا بدء مرحلتهم الا انطلاقا من مدينه المدغان، يعني اللي سابق ذاك يعني تصميم الانابيب ما يتعلق ما يتعلق ما يعني تم ادراجه في ذي الجزء وبالتالي محتوى فيها اصلا محتوى فيه. اذا باقي الجزء المتعلق بجيغني والعيون هذا كان عند مكتب دراسات يعمل له دراسات، واحنا اللي له اسبوعين توصلنا بالدراسات التفصيليه اللي هي اخر مرحله من الدراسات ومتوقعين في نهاية شهر مايو يكونوا عندنا ملفات المناقصة. يتعود ملفات المناقصة موجودة وهذا الجزء هذا باط هاي المرحلة يتعود مكونة من 5 أجزاء باللي فيها اللي تعدل محطة ضخ رئيسية عند مدينة تبتغاء واللي تعود فيها محطة ضخ ثانية عند مدينة العوينات الضخ إلى مدينة العيون ومحطة الضخ الرئيسية عند تنبتغا ليعود فيها محور منها أنبوب ليمشي من تنبتغا وعد جيغني قطره 200 مليمتر. كم المسافة بين جيغني وتنبتغا؟ حوالي 80 كيلومتر. يتعدلوا فيها بعد محطة ثانية؟ لا ما في محطة ثانية، هي محطة وحيدة عند تنبتغا من تنبتغا يتم الضخ المياه إلى مباشرة إلى مدينة جيغني ويتم هناك بناء خزان وانطلاقا من الخزان
يتم انشاء شبكه توزيع. في تصوركم سيكون هذا في افق اي سنه؟ في افق كم؟ احنا قلت لك متوقعين انه ما يعود عندنا ملفات المناقصه. سيتم وضع ملفات المناقصه، فهم اجال لارساء الصفقات، وفهم سيكون بعد ذلك فهم اجال انجاز الاشغال. لقع مجرد يبدا ضخ الماء هنا في النعمه وفي سنبدغ شربوهم. ما يشعروا عندهم مشاكل، لانهم كي قلت لكم يعانون المشاكل. هاي المناطق كامله اللي ترعوا فيها عباره ما فيها طبقات متواصله، فيها اما جيوب، يعني ما فيها مياه سطحيه يتم استغلالها عن طريق التحليه او عن طريق التصفيه. صحيح. عباره عن مياه جوفيه، لكن مياه جوفيه سطحية. جيوب سطحيه. وبالتالي كل مره اذا يعدل المكان عباره عن حلول ترقيعيه. الحل النهائي ما هو خالق موضع ذي، ما هو عن طريق بحيرة تظهر. الحلول الترقيعية لا مرحلية. وابتداء من تنبدغة ليتم إنجاز أنبوب يمشي إلى العيون مرورا بعوينات الزبل، ويتم بعد ذلك إنشاء محطة الضخ اللي الثانوية اللي تعود عند عوينات الزبل، وشبكات التوزيع على مستوى مدينة العيون. شبكات توزيع على مستوى مدينة العيون والقرى اللي تابعين لها والله. لا، في تجمعات تم إدراجها ليتم تزويدها عن طريق هذا الأمور. طيب بالنسبة للنعمهم، الأنابيب الرئيسية كاملة المتعلقة بشبكات التوزيع تم عملها وحفرتوا لها، يعني المشاهدين اللي سكان النعمة أكيد شافوها. لكن مسألة الشبكات الفرعية، لكن النعمة عنده خصوصية احنا جبرنا فيها صعوبة كبيرة. النعمة اولا النعمة حوالي 70 الى 60% منها منطقة صخرية. صح. وبما انها منطقة صخرية فيها مسألتين ثانية. فيها واحدة ان فيها طرق ضيقة، وفيها بنايات هشة. يعني المدينة القديمة عبارة عن بنايات من الحجارة ولا من الطين. إذا يعني الحفر في المناطق الصخرية يتطلب آليات. صحيح. ذيك الآليات عندنا اللي بريزروش هذا يقال ليتو طرق ضيقة ما يقدروا يدخلوها. ولا عاد هم اللي فهم طرق هم اللي ممكن قاعد تمر بها تطرح لنا مشكلة البنايات، لأنهم هزهم يأثر على البنايات. هي إشكالية، إيش عدلتوا معها؟ هاي الإشكالية عندنا، عندنا نعدلوا طرق حفر بدائية عن طريق الكومبريسر. دونك طبعا يقبل وقت. صح. معناه ان سكان النعمة انتم متلاطفين بهم قاع لعل حفركم ذا السريع الحفر عن طريق الاليات عنده قلت لك عائقين. صحيح. اما تعود الطريق ضيقه ولا يقدر يدخل الاليه، واما تعود الطريق اللي تمر بها الاليه تشغيل الاليه اما ياثر على ذاك خوف منه به اللي يعود عنده تاثير سلبي على البنايات. والى حد الان يعني كم كيلومتر تجاوزتوا من خلال هذه الادوات الاوليه لعنى. احنا الشبكات الاساسيه يعني الانابيب الكبيره تم وضعها اللي اخترنا لها طرق واسعه واستعملنا لها. هذا يعني لان استعملتوا لها؟ استعملنا لها الاليات. اوكي، لكن هذا يعني لان اللي بعيد من ذيك الشبكات الكبار الشبكات الفرعيه هي اللي يستخدموها هذه الطرق اليدويه. لا افيك لي كومبريسير ولا مارتوبيكا. يعني هذا المواطن ما تطلب منه انه هو يقبل تي وينطر به الراس ولا شيء، ثم تجيبوا التي والراعي هذا. لا لا كل شيء اللي فهم معايير، كل معايير على مستوى نوعيه الانابيب. وفيهم اللي معايير على مستوى فيه دي نورم، معايير على مستوى الوطن. هذا كان من عندكم انتم؟ هذا كان معنا. مواطن تم قاعد ينقال برا من ربين. لين برا من ربين، يعني يا سلام. حتى العداد اللي ينقال له. بعد. اي وياك اللي ادتوا العداد عقب هذا والشرب. ونسى انه كان عطشان اللي تتكيس انتم معاه في العداد وذيك. العداد احنا. انتم رايك ما يعنيكم. لا بون، احنا العداد المواطن ذاك العداد الله خلصته. حق المواطن العطشان قاعد اللي يشرب توه ويخلص. والله انه قام مولي عدم اللي. مولي عدمتين. مولي عدمتين. اللي احنا يعني السعر ما نحن نحدو في مادة اخرى مسؤول عنها فما عندنا ريتي يعني يحدد مقرر وزاري. واحنا ملزمين بتطبيقه. فيه مرحلة اجتماعية، فيه تراش سوسيال، وفيه يعني
لي ترانش يعني اقساط ثانيه في قسط يخص الطبقه الاجتماعيه يعني سهل جدا وفي قسط تجاري وفي قسط تجاري على حسب الاستهلاك. زين هم ذاك يشربون ولا شركه الحدود هم ذاك يشربون شفت الربعين هنا نعمه فيها شبكه نعمه فيها شبكه حاليه نعمه فيها حقلين في حقل بريدن قال له بحيره والحقل اللي اساسا البدائي اللي كانوا يشتغلوا فيه وعندنا حاليا في اربعه ابار غير انضب نهائيا. هاي الابار الاربعه تعطي 14 متر مكعب للساعه اللي حوالي 336 متر مكعب لليوم. هذا ما يغذي المدينه؟ هذا ما يغذي المدينه. عندنا حقل ثاني على مستوى السدره جنوب المدينه عندنا فيه أربعة آبار واللي له نهارين عد ربطنا بئر خامس. ضفتوا بئر خامس؟ ضفنا بئر يعني خامس. يعني أنتم شغالين من أجل رفع مستوى سوق المياه؟ من أجل دعم نص قاع شاكينكم واحدين فيها دعم الضخ. إذا هذا الحقل ينتج 26 متر مكعب للساعة اللي هو حوالي 425. ضيفوا عليه 300 ضيفوا عليه 300 جسم هذه يتم ذيك اللي عن طريق يتم ضخها مباشرة في الشبكة وذي اللي يشور بحيرة فيه خزان سعته 500 يتم ضخ المياه فيه ومنه يتم الانسيابية للمدينة دونك وفي شبكة لكنها طبعا شبكة محدودة هي اللي تزود المدينة عن طريق المياه فيها توصيلات وفيها حنفيات عمومية لكن هذا يعتبر كمية ضئيلة لان احنا هذه حوالي 730 ولا 740 متر مكعب اليوم. احنا في اختار المشروع الحاجيات اللي نقدموا اللي نلبوا للنعمه تمشي ل 5400. 5400 متر مكعب لليوم. وذاك موجود الا 700. وذاك موجوده حالا النعمه تنضخ فيها حوالي 700 متر مكعب لليوم. يعني انه عندما يعني المشكله مشكله المصدر. يعني حتى احنا الان وزاره المياه عملت حفر عملوا حفرين وجبرهم سلبيين ما في مياه عملوا حفر ثلاث ابار فيه بئر اللي ربطنا الليل ونهارات شوي الليل ونهارين والله ثلاثه هذا البئر يعطي 4 متر مكعب للساعه الا 4 متر مكعب للساعه وعملوا حفرين سلبيين ما جبروا فيهم شيء اذا معناه ان المنطقه تتميز بنضوبة المياه شين قالوا مياه نادر الكونتكست هيدروجيولوجيك دي فافورابل يعني دي فورماسيون جيولوجيك ما هي دي فورماسيون يمكنوا من وجود والله يضمن مياه وجود مياه جوفيه قادره على التغذيه باستمراريه دونك هاي هي وضعيه المدينه الحاليه. يعطيك العافيه. اذا مشاهدي الكرام هذا اللقاء الخاص الذي اجرته الموريتاني معكم مباشره من مدينه النعمه عاصمه الحوض الشرقي كنا من خلاله نحاول ان نقدم لكم اجابات Thank you.